أهلا بكم من جديد. هذا واحد من أهم حواراتنا في 90 دقيقة، وذلك لأهمية من يتحدث ولأهمية ما يمثل ولأهمية ما سيقوله أيضا. اسمحوا لي أن أرحب باسم حضراتكم جميعا باللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب بمناسبة احتفالاتنا بأعياد سينا. وحضرتك بالصحة والسلامة. قبل ما ندخل في الحوار، وأنا يعني احنا مقدمين على حوار مهم جدا، عايز أسألك، بتمثل ليك ايه احتفالاتنا بأعياد سينا كل سنة؟ يعني ايه اللي بتثيره عند حضرتك من ذكريات ومعاني؟ احتفالات تحرير سينا بتمثل لينا هو عودة الأرض لمصر، إصرار مصر على عدم التفريط في أي شبر من أراضيها، سواء بالتحكيم الدولي أو سواء بترسيم الحدود، كان له عامل كبير جدا برفع علم مصر على آخر قطعة كانت مستولى عليها من العدوان. دي بتمثل لنا ذكرى جميلة جدا، وكان شعور لا يوصف من إصرار مصر وإعطاء رسالة للعالم ولأي حد هيتعدى على حدودها أنه مش هنفرط في شبر من أراضينا. إحنا حرس الحدود في الذهنية المصرية كده بيوحي بحاجات كتيرة جدا، يعني حتى اللي ما يعرفوش تفاصيل عن سلاح حرس الحدود باسمه نفسه بيبعث حالة كده من الاطمئنان. لو قلت لحضرتك بعرض يعني سريع عن سلاح حرس الحدود، يعني لانه انا اعرف انه واحد من اقدم واعرق اسلحه جيشنا المصري، تاريخه يا فندم تقول لنا ايه؟ هو فعلا سلاح حرس الحدود زي ما حضرتك قلت كده من اعرق الاسلحه في القوات المسلحه، وانشئ عام 1878 وكان في عهد الخديوي اسماعيل، وكان تحت مسمى اداره السواحل. ومر بعدة مراحل من التعديل والتطوير والتغيير في الهيكل التنظيمي ليواكب أسلوب التأمين طبقا لكل مرحلة مر بها حرس الحدود. وفي عام 1947 تغير المسمى بتاعه بعد إضافة بعض الوحدات له تحت مسمى مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك، بإضافة الجمارك لقوات حرس الحدود. إلى أن جاء عام 1952 وكان تحت مسمى إدارة السواحل والحدود. واعتبارا من عام 1972 أصبح تحت مسمى قيادة قوات حرس الحدود، وحتى الآن يعني قبل الحرب بسنة واحدة. قبل الحرب فعلا بسنة واحدة. وعلى فكرة سلاح حرس الحدود خدم به شخصيات بارزة أثرت الحياة العسكرية، و كان لها دور مهم جدا في الجيش المصري في العصر الحديث. ومن أهم الشخصيات دي كان الرئيس الراحل محمد نجيب، خدم قائد لواء حدود في الفترة من عام 42 وحتى 43، كان مدير سلاح الحدود الملكي في الفترة من 1950 إلى 1952. كان في كمان الرئيس السادات الراحل محمد أنور السادات، هو طبعا كان ضابط إشارة، كان خدم بكتيبة لاسلكي حدود في من عام 41 حتى 42. السيد محمد عبد القادر حاتم كان وزير الإعلام الأسبق، خدم قوات حرس الحدود فترة من 40 حتى عام 1945. وفي سيادة المشير الراحل محمد عبد الغني الجمصي وزير الدفاع الأسبق، كان ضابط مخابرات بإدارة الحدود في الفترة من 41 ل 45، وكان مساعد مدير مخابرات بإدارة الحدود أيضا في الفترة من 1952 وحتى 1954. ده احنا بنتكلم على يعني قادة أسروا الحياة العسكرية والسياسية أيضا، يعني كان ليهم دور في الحياة السياسية أيضا. طيب طبيعة الأرض بقى يا فندم، يعني احنا بنتكلم على حرس الحدود، حدود مصر يعني الغربية والجنوبية وسواحل، طبيعة الأرض اللي شغال عليها السلاح دي أرض شاسعة جدا، يعني حدود مصر اللي انتوا شغالين عليها وحجمها ده ومساحتها ده بتفرض اكيد نوع من التحديات عليكم. فعلا بتبلغ حدود وسواحل الدولة 5585 كيلو تقريبا، ودي بتتمثل في حدود برية وحدود ساحلية. تبلغ الحدود الساحلية منها 2995 كيلو تقريبا، ودي بتشمل ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل البحر الأحمر وقناة السويس. الحدود البرية بتشغل حوالي 2590 كيلومتر تقريبا،
ودي بتشمل من خط طول 25 في الاتجاه الغربي، الاتجاه الغربي مع دولة ليبيا الشقيقة، وده بيبلغ 1115 كيلو. وفي الاتجاه الجنوبي خط عرض 22 في الحدود مع دولة السودان الشقيقة، حوالي 1230 كيلو. بالإضافة لبعض الطرق حوالي 250 كيلو طرق داخلية وعرضية احنا بنأمنها داخل نطاق المسؤولية في الشمال الشرقي. يعني مش بس الحدود الساحلية والبرية، لكن في طرق داخلية عليها نقط تفتيش ومحاور بتبقى موجودة، احنا مسؤولين عن تأمينها من ضمن الحدود البرية. طب بمناسبة الطرق الداخلية احنا لسه خارجين من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، انتوا كان لكم دور في التأمين؟ كنا مشاركين بنعاون الشرطة المدنية وفي نطاق المنطقة المركزية العسكرية كنا مسؤولين عن تأمين شرق القليوبية بحوالي 136 لبنة، تأمين 136 مركز اقتراع بالمناطق مدينة العبور، اسم الخنكة ومركز الخنكة والخصوص وشبرا الخيمة. طيب الفرد نفسه بيبقى مهم جدا، يعني التحديات الكتيرة اللي بتفرض على سلاح حرس الحدود لازم يظهر في القلب منها الفرد بتاع حرس الحدود، يعني الضابط صف الضابط. الاختيار نفسه من الأول بيتم ازاي؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، لأن معايير انتقاء الضابط وضابط الصف والجندي في قوات في سلاح حرس الحدود مهم جدا. بيتم انتقاء عناصر حرس الحدود سواء ضباط او صف ضباط من الكليات والمعاهد العسكريه، ضباط من الكليه الحربيه وضباط الصف من معهد ضباط صف المعلمين، والجنود بيتم انتقائهم من مناطق التجنيد المختلفه. بالنسبه للضباط بيتم انتقاء من طلبة الكلية الحربية أثناء دراسته في الكلية الحربية بعناية فائقة ومواصفات قياسية بتتفق مع عمل حرس الحدود، وبيتم تدريبه في مرحلة معينة في الكلية الحربية بجناح، لينا جناح في الكلية الحربية جناح حرس الحدود في مرحلة. يعني فندم عنصر حرس الحدود تخصص بيجهز من وهو في الكلية؟ أيوة فندم، تخصص من ضمن تخصصات الكلية الحربية. فبيتم انتقاء الطلبة وبيتم إعدادهم، وحتى المدرسين القائمين على تدريس المادة التخصصية هم فعلا ضباط من عندي من حرس الحدود، بيتم انتقائهم برضو انتقاء كويس جدا، لأن ده اللبنة الأولى لفرض هينضم للقوات حرس الحدود. بيتم التدريب الخارجي أثناء المرحلة بتاعة الكلية الحربية في وحدات حرس الحدود في نطاق التشكيلات التعبئة بالكامل. هذا تدريب ميداني بقى. ميداني ويتعايش فعلا في الاتجاه الغربي بيتواجد ويتعايش في احدى وحداتنا. بالإضافة لأنه بعد ما يتخرج بيتم تأهيله وإعداده في معهد ضباط حرس الحدود، بياخد الفرق التخصصية والمهنية إلى أن ينضم على الوحدات خلاص اللي اتعلموا، بيشاهدوا بقى على الطبيعة وبيتم صقله وخبرته، بالإضافة لتأهيل الضباط عموما قوات حرس الحدود لينا بعثات تخصصية في مجال حرس الحدود في أكثر من دولة. أما بالنسبة لضباط الصف بيتم انتقائهم مع ضباط صف المعلمين بنفس الشروط السابقة اللي بنتخذها مع حضرات الضباط، وبيتم التأهيل والإعداد العلمي والبدني والنفسي والتخصصي بمركز تدريب حرس الحدود بعد ما بيتخرج من معهد ضباط الصف. أما بالنسبة للجنود بيتم انتقائهم بمناطق التجنيد المختلفة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة انه لائق طبي وبيتكشف عليه نفسي الى ان ينضم على مركز تدريب قوات حرس الحدود، وبيتم تأهيله في خلال مرحلة التدريب الاساسي، ودي بتبقى اللي هو مركز تدريب في مركز تدريب، ودي بتبقى مرحلة بتصل الى 5 اسابيع. بيتم اعداده وتحوله بقى من الحياة المدنية الى الحياة العسكرية، بياخد بعض الاساسيات اللي بتخليه يندرج ويمشي في التقاليد العسكرية من ناحية أداء التحية، الخطوة المعتادة أداء التحية، الفك وتركيب السلاح، بنرفع لياقته البدنية. بعد ما بيخلص المرحلة دي بينزل أجازة وبيرجع عشان ياخد فترة تخصصية في السلاح بقى. بيتم تأهيله في خلال من 2 لـ3 أسبوع، بيتدرب على اللي هيشوفه بره في الكتائب والوحدات، عاملين له نموذج عندنا في مركز التدريب بحيث انه لما يطلع
ما تبقاش في اي حاجه مفاجاه، خد نسبه مئويه في التدريب ويطلع يكمل بقى ويثقل مع زمايله في تنفيذ المهام طبقا للقطاع اللي هتوزع عليه. طيب في تحديات كتيره جدا، يمكن الفتره اللي فاتت السنين اللي فاتت كان يعني ذروه مواجهه الارهاب، فناس كانت مركزه دايما انه قوات حرس الحدود الارهابيين اللي بيتسللوا من عبر الحدود مركزين معاهم، لكن في تحديات اخرى. وخليني اركز مع حضرتك على ثلاث حاجات، على المخدرات وخطرها، وعلى السلاح، وعلى كمان في تهريب للسلع. بالنسبة للتحديات، احنا نظرا لان مساحة حدود الدولة زي ما قلت لحضرتك كده 5585 كيلو وفي اتجاهات مختلفة، احنا بيقابلنا تحت هو اساس تأمين حرس الحدود بين اي دولة ودولة جوار هو قيام عناصر حرس الحدود للدولة المجاورة، واحنا كل واحد بيأمن حدوده وبنتبادل المعلومات لدرء الخطر. في مساحه تعاون، في مجال تعاون طبعا، مساحه تعاون. ولكن التحدي الحالي بالنسبه لنا نظرا للظروف اللي بتمر بها بعض دول المنطقه، العبء اكبر علينا هنا، لانها ما بتقومش بواجباتها في ضبط الحدود من جانبهم، وبالتالي بيزيد العبء على قوات حرس الحدود المصريه. المهمه مهمتين يا فندم. طبعا كده بيزيد العبء، ويعني لان بتبقى هدفنا كله احنا بنبذل مجهود مضاعف عشان نسيطر ونضبط خط الحدود من جانبنا. الحاجه الثانيه في ان الاحوال الجويه والمناخيه المتقلبه في بعض الاجواء، مثلا المنطقه الغربيه، الاتجاه الغربي على مدار السنه بتبقى في تقلب مناخ متقلب ما بين رياح وعواصف وامطار ورعد ودي بتؤثر على اجهزه المراقبه والاكتشاف على خط الحدود وعلى العنصر البشري كمان. طبعا على العنصر البشري، ولكن العنصر البشري احنا بنقول ان احنا بنطعمه وبنأهله يبقى عنده صبر وجلد وقوه تحمل، ولكن الاساس ان الاجهزه الفنيه بتاعتنا اللي بتشتغل على المراقبه والاكتشاف بتتاثر طبعا بالعوامل الجويه، ويمكن دي اللي بيستناها المهرب عشان يستغلها لصالحه ويبدا يتسلل او يخترق خط الحدود. واحنا بنعالج بصراحه في الاحوال دي، بتبقى لينا تكثيف ولينا نشاط اكثر ان احنا بنوزع عناصرنا في العمق على اماكن التسلل ومسارات التهريب، وبنعمل كمان مخططه وغير مخططه بحيث ان ما يبقاش فيه اختراق في اتجاهنا. بالاضافه لان طول خط الحدود الدوليه في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وطبيعه الارض اذا كانت صحراويه او جبليه صخريه مع وجود بعض العوائق الطبيعيه جدا، طبعا مع وجود بعض العوائق الطبيعيه مثل بحر الرمال الاعظم وعلى الاتجاه الغربي. ولكن التحديات دي احنا بنعالجها باسلوب غير نمطي بالنسبه لنا، وافرادنا مدربين على كده. انا كنت اسال حضرتك على العنصر البشري، يعني العنصر البشري مع الاجهزه، لكن العنصر البشري كمان. العنصر البشري طبعا عندنا الافراد بصراحه يعني قوه التحمل والصبر والجلد. في الاحوال الضعيفه اللي بينتظرها المهرب انه يستغلها لصالحه، احنا بتبقى لينا اعمال ايجابيه ثانيه، بنشوف مسارب التهريب وخطوط سيره، وبنعمل له كماين في العمق مخططه وغير مخططه بحيث ان احنا نحاول نحرمه ان هو يحقق هدفه. طب دي تحديات يا فندم، التهديدات بقى خاصه انك مش بتواجه تهريب حاجه واحده، انت بتتكلم على السلاح، بتتكلم على المخدرات، بتتكلم على السلع كمان. انا قبل ما اقول لحضرتك التهديدات، انا بس عشان طول المسافات بتاعت خط الحدود، احنا يمكن الاتجاه الغربي خط طول 25 حوالي 1115 كيلو، وخط عرض 22 مع الاتجاه الجنوبي 1230 كيلو، في مساحات كبيره جدا، مسافات شاسعه جدا، مسافات كبيره. بالنسبه للتهديدات ودي من واقع الواقعي فعلا على خط الحدود، واسلوب المجابهه والاكتشاف والمجابهه بتاعته، بتبقى محاوله تسلل بعض العناصر الارهابيه من الاتجاه الغربي لتهديد عمق الدولة، أو الاتجاه الشمال الشرقي عبر الأنفاق للانضمام للعناصر الإرهابية بسيناء وتهديد المنطقة.
التهديد الآخر بيبقى فيه تهريب السلاح والذخيرة بواسطة المهربين لإمداد العناصر الإرهابية أو تحقيق عائد مادي. وعلى فكرة يمكن الإرهابي والمهرب وجهان لعملة واحدة، لأن قد تتفق مصالحهم على هدف واحد. تهريب المواد المخدرة بأنواعها، سواء جوهر الحشيش أو البانجو أو الأفيون أو الحبوب المخدرة لعمق الدولة. وده بتبقى يعني بيوجه الاتجاه الشباب طبعا اللي هيقدر يشيل الرايه وتحمل المسؤوليه، فبتبقى دي حرب تانية لا تقل عن الحرب ضد الارهاب. وقد تضاهي الحرب التقليديه واثرها اكثر كمان من الحرب التقليديه. بالاضافه لتهريب السلع غير خالصه الرسوم الجمركيه بطريقه غير مشروعه لتحقيق عائد مادي. الهجره الغير شرعيه تحدي اكبر، تهديد اكبر. هسأل حضرتك الاول على المهربين يا فندم اللي بتواجهوهم، يعني احنا نعرف ان المهربين اللي موجودين يمكن في مصر في المنطقه العربيه ليهم طبيعه خاصه، يمكن حتى عن المهربين في دول العالم. هو احنا يمكن بنتبادل الزيارات مع الدول الصديقه والدول الشقيقه في مجال حرس الحدود، ولما بنستعرض معاهم حجم التهديدات عندهم ونضاهيها بحجم التهديدات عندنا بنكتشف ان المهرب هناك له ثقافه غير ثقافه المهرب اللي عندنا. المهرب في اي دوله تانية بتبقى كل همه انه يعبر بالماده اللي عايز يهربها فقط لغير دون الاحتكاك او دون التاثير على العنصر اللي بيجابه حرس الحدود. بالنسبه لنا احنا بنجابه عناصر اجراميه بتحمل سلاح، وبيتم تبادل اطلاق نيران في بعض الحوادث، واحنا بنطارد بعض العناصر سواء تهريبات السلاح والذخيره بالذات والمخدرات. بيتم تبادل اطلاق نيران ولفترات. احنا لسه في اخر ضبطيه كان حوالي 600 كيلو من جوهر الحشيش، يمكن قعدنا من ساعه لساعه ونص نتبادل اطلاق نار مع العناصر المهربين. هم اصرارهم ان هم يبعدونا عن الحموله اللي في العربيه، واحنا اصرارنا ان احنا نحبط المحاوله دي ونقبض على ما هو مش هيعدي. طبعا. بالنسبه للاتحاد من ضمن التهديدات الهجره الغير شرعيه، ده ملف كبير بقى يا فندم. ملف كبير جدا. ده ملف كبير ومصر شغاله عليه بشكل كبير. واعتقد انه العبء والمسؤوليه والانجاز في معظمه ان لم يكن كله على قوات حرس الحدود. بصراحه طبعا حرس الحدود، ولكن لا نبخس مجهود جهات تانية كتير بتتعاون معانا في هذا الحوار. الهجرة الغير شرعية على الاتجاه الساحلي من البحر خلاص الحمد لله بقى لها فترة كبيرة جدا، يمكن تقريبا من 2016 ما فيش اي هجرة شرعية خالص غير شرعية من مصر. ودي كان بصراحة كان فضل كبير جدا لقوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات البحريه. بصراحه لها فضل كبير في العمق البعيد والعمق المتوسط. ساعدتنا كثير في القبض على بعض المراكب اللي قد تنجح في انها تغادر الميناء بمجرد بس مغادرتها الميناء. الشرطه المدنيه تعاونت معانا بقدر كبير جدا في القبض على السماسره، لان طبعا المهاجر غير الشرعي ده مجني عليه في حكم القانون عندنا، مجني عليه. وبالتالي في النهايه ضحيه. ضحيه. ولكن المخابرات الحربيه في تبادل المعلومات على السواحل، على الاماكن بتاعه التجمعات بتاعه الصيادين بمراكبهم، التفتيش بالنسبه لمخابرات حرس الحدود، التفتيش على المراكب وتصاريحها. لو في مركب هتعمل خزان جديد او مخزن جديد جواها سري عشان تهرب فيه بعض المهاجرين، لو زودت الخزانات الوقود عشان تمشي مسافة أكبر عن المعمول بها، وخاصة أن التصاريح بتطلع إذا كان داخل المياه الإقليمية أو خارج المياه الإقليمية. الهجرة الغير شرعية بنجاح قوات حرس الحدود وبصراحة وكافة الجهات الأمنية اللي اشتركت معانا فيها، ان احنا نوقد ظاهرة الهجرة الغير شرعية من اتجاه الساحل. توجهت الهجرة الغير شرعية بري بقى الى البر.
في اتجاه المنطقة الغربية في حدود ليبيا. يعني هو الوقت فندم انه ما بيطلعش من الساحل المصري حد، الحمد لله، فبيلجأ هو بيعتبر مصر كده دولة ممر. بيعتبر دولة ممر وبيعتبر ليبيا كمحطة، وبعدين ينطلق من الساحل هناك الى اوروبا. او في بعض الناس لما جينا نحلل الظاهرة، بعض الناس بتصبوا الى انها تشتغل في ليبيا كمصدر رزق، وفي بعض الناس في الشرطة المدنية بتشترك معانا بصراحة في المجال ده، لان هو احنا بدأنا نجابه الظاهرة دي وعملنا فيها نتائج إيجابية كويسة جدا، وبدأت الأعداد تقل، لأن احنا الضبطيات اللي بنمسكها على خط الحدود على السلك دي في المنطقة الممنوعة والمحظورة، ودي بيبقى مسؤولية الجهة اللي بتحقق فيها وعرض النيابة، بتبقى على النيابة العسكرية. يعني بتبقى دي طبقا للقرار 3/4. انا كنت اسال حضرتك المنطقة الممنوعة والمحظورة على عنصر الهجرة، يعني في بيتم التعامل مع السماسرة تعامل، وتعامل مع المهربين، وتعامل مع عنصر بقى اللي هو بيقوم بالهجرة غير الشرعية دي. أيوة. يعني بعد ما بيتم الامساك بيهم بيتم التصرف ازاي؟ احنا طبعا مهاجر الغير شرعي، احنا لما بيتمسك على خط الحدود على السلك، على اساس انه يعبر. واحنا ما يعني في بدايه المجابهة عشان نوقف الظاهره دي، بدانا يعني ننزل لهم تحت، ما نخليهوش يطلع فوق على هضبه السلوم او في اماكن التسرب بتاعته ما يوصلش، بدانا نخليه ما يوصلش. بالتعاون مع الشرطه المدنيه، ولان الشرطه المدنيه الاساس طالما بعيد هو عن المنطقه الممنوعه والمحظوره اللي احنا مسيطرين عليها وبيصدر لها القانون ويتعرض على النيابه العسكريه، بتتعامل مع الشرطه المدنيه، تعمل معانا كمائن ودوريات، وتبدا تحصر وتهاجم وتداهم العناصر اللي تخش في البيوت المنعزله وفي المزارع وفي الكافتريات اللي بتقوي السماسرة بيقوهم عشان يبدأوا يرحلوهم ياخدوهم من خط سير لخط الحدود. ودول بتعرضوا على النيابة العامة المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن مرسى مطروح التابع ليها أو مرسى مطروح، بيسجل ويستجوب ويتم فحصه جنائي ويطلق سراحه. نظرا لو مش مطلوب على حالة. لو مش مطلوب على ذمة حاجة دي لو أول مرة. لو تاني مرة خلاص اسمه بقى متسجل في الشرطة المدنية او متسجل عندنا في النيابة العسكرية، لو طلع لينا فوق تاني مرة بياخد عقوبة، بتغلظ العقوبة عليه لسنة وغرامة، سنة مع النفاذ وغرامة. في نسبة التكرار بتوصل لقد ايه؟ احنا حتى الان في خلال الاربع شهور اللي فاتوا دول كان نسبة التكرار 91 حالة اتطبق عليهم القانون وخدوا سنة حبس، ما بيقاسوش مع النفاذ. في 91 حالة. بالاضافة ليه، بصراحة وزارة الهجرة بتدي محاضرات، بتيجي لينا على لينا مكان بنجمع فيه العناصر المهاجرين الغير شرعيين اللي بنقبض عليهم، وبصراحة بنقدم لهم الرعاية الصحية والرعاية المأكل والمشرب والمعيشة وإعادة تأهيل. الفترة اللي بيقعد عندنا لغاية لما يتعرض على النيابة المختصة طبعا بنراعيه المقام الأول، رعاية صحية وطبية ومسؤولين عن الأكل وشربه، إلى أن يتم تيجي الشرطة المدنية بالعربيات الترحيل ونبدأ نرحله على الجهة المختصة بالنسبة لنا سواء عسكرية أو مدنية. فوزارة الهجرة جت وإدت كذا محاضرة توعية للشباب ومصلحة البلد والمرحلة السنية اللي هو فيها، وبيغرر بيه وبيقولوا له ويوجهوه كمان على السمسار، لأن السمسار همه كله انه ياخد عائد مادي وبعد كده بيجيبه ويشاور له ويقول له السلك هناك اهو ويسيبه. فطبعا ما بيهموش مصيره، طبعا مصيره ما بيهموش فيه خالص يعني. كويس. دي بالنسبة للهجرة الغير شرعية. ده كده معظم التهديدات اللي انا قلتها لحضرتك دي كده معظمها في الاتجاه الغربي. الاتجاه الجنوبي بيختلف شوية، بتبقى فيها هجرة غير شرعية، دي خارجة من مصر. الهجرة الشرعية اللي قلتها لحضرتك دي خارجة من مصر في اتجاه ليبيا. اما بالنسبة للاتجاه الجنوبي بتبقى جاية من السودان لمصر. يمكن لسه احنا من خلال ال 15 يوم اللي فاتوا احنا مسكين ثلاث ضبطيات هجرة غير شرعية اسر، ومعظمهم من الشعب السوري الشقيق يعني. هجرة غير شرعية قبضنا عليهم، و العناصر المصرية اللي بتحب اللي بيبقى مهاجر غير شرعي ده بيطلق سراحه ما لم يكن على ذمة قضايا تانية. اما بالنسبة للجنسيات الاخرى سواء بقى اتمسك في المنطقة الممنوعة والمحظورة او في المنطقة اسفل الهضبة،
عن طريق الشرطة المدنية بيسلم لسفارته ويرحل خارج الجمهورية. شفنا احنا السماسرة في جميع المحافظات، لان احنا بنعمل تحليل شهري باكثر محافظة بيطلع منها هجرة غير شرعية. الفترة اللي فاتت دي ممكن خلال شهر 4 اكثر محافظة المنيا 2370 مهاجر غير شرعي في شهر 4، اللي يليها اسيوط واللي يليها البحيرة. الفيوم بعدت لا بعد شويه لا، وفي بعض بصراحه بعض الناس لما بعد المحاضرات وبعد ما احنا بنتكلم معاهم كمان على صرنا بتتكلم معاهم وتحاول توعيهم بيدونا الوعد ان هم فعلا مش هيكرروا المحاوله ثاني. احنا الملف ده يا فندم، ملف الهجره غير الشرعيه، واحد من الملفات الاساسيه اللي بقت تميز حتى مصر على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي. يعني نجاح مصر نجاح مصر فيه فعلا. طول الوقت بيعرض في الملتقيات الدوليه، وتجربه مصر في الوقوف ضد الهجره غير الشرعيه تقريبا يعني الناس بتسال عنه، لانه احنا عملنا فيه جهد كبير جدا فعلا، والحمد لله احنا محققين نجاحات، وبنحلل كل شهر الايجابيات والسلبيات في اسلوب المجابهه، واذا احيانا بنكتشف خطوط سير للمهربين نظرا ان احنا بدانا نقفل خطوط السير اللي من على الساحل اللي بيستخدم الخيران على حدود البحر على ساحل البحر، بدانا نكتشف مسارب تهريب هجره غير شرعيه جديده، وبالتالي بننشئ فيها كمين جديده وبنبدا نتابع بحيث ان احنا بنطور نفسنا اول باول، لا يكفوا عن التفكير محاولات، لكن بدات تقل بصراحه. يعني احنا بنتابع يمكن من 4 شهور كل شهر بدات تقل الظاهره. استكمل حضرتك بس من ضمن الحاجات التهديدات اللي في الاتجاه الجنوبي بالاضافه للهجره الغير شرعيه من الاتجاه اللي بتيجي بتعبر الى مصر، محاولة التنقيب عن خام الذهب بطريقة غير مشروعة. ودي ظاهرة منتشرة على الحدود ما بيننا وما بين الجانب السوداني. بيتم القبض عليهم وبيتم التحقيق معهم، وإذا كان أول مرة طبقا لقرار النيابة العسكرية، لأنه هو كده كده على الحدود بيبقى في المنطقة الممنوعة والمحظورة. بس التنقيب عن الذهب يا فندم ما فيش فيه أول مرة ده وتاني مرة؟ لا، بيتم يعني عرضه بقى على النيابة المختصة النيابة العسكرية، ويتم ترحيله، بيسلم بنسلمه للشرطة المدنية بتعمل الإجراءات معاه لتجارة عن طريق وزارة الخارجية، بيتم ترحيله عن طريق سفارته لبلده تاني. هو في جنسيات محددة بيقوم أصحابها بالتنقيب؟ من الجانب السوداني معظمه من الجانب السوداني. طيب دي التهديدات من الجانب الغربي، الحدود الغربيه والحدود الجنوبيه. في الشرق فندم نقدر نقول ايه؟ في الشرق زي ما حضرتك اللي هو الشمال الشرقي حضرتك تقصد، هي الانفاق وعبور العناصر الارهابيه من الانفاق. ممكن نقول في نطاق محور قناه السويس دي لينا معديات ولينا كباري، التهديدات كلها محاوله عبور مخدرات بانواعها للمعديات او من ساحل خليج السويس. ودي احنا مسيطرين بصراحه، دي المهمه الاساسيه او التحدي الاساسي هنا، وده تحدي فعلا مع المهربين لانهم بيبتكروا طرق ووسائل ما تخطرش على انا بقى حد بصراحه يعني، ولكن خبره رجالتنا والاجهزه والتقنيه العاليه اللي معانا بجميع الوسائل، سواء الكلاب الحربيه في سواء متفجرات او مفرقعات، دي بتبقى دايما موجوده على المعديات والكباري، الاجهزه الاكس راي اللي بتكشف العربيات الكبيره او الكونتينرات اللي بداخلها، والحاجه اللي بنشك فيها، الحاجه اللي ظاهره عينيا وبنشوفها خلاص بنكتشفها، واللي بنشك فيها اذا كان في لحام جديد في عربيه كبيره في خلاطه اسمنت، مسكنا حاجات كتير. بيتم بناخد العربيه على سريه المهربات بحيث انها تكشف على الاكس راي وبيظهر فعلا جواه المواد المهربه. هل ممكن يعني نسمع حضرتك اغرب حاله تهريب كانت عامله ازاي؟ يعني اغرب حاله هي تهريب هي في كذا حاله بصراحه. كان في عربيه خلاطه اسمنت، الخلاطه الاسمنت بتبقى دايما العربيه الحاله بتاعتها بتدور باستمرار. احد رجال القوات حرس الحدود على في النفق شك في ان في لحام جديد موجود في
من عند الشاسيه العربيه ومن اسفل الحله واخد مساحه كبيره. لما دخلناها الاكس راي لقينا فعلا في تجويف كبير جدا جوه وهم حاطين جزء من الصاج وجزء من الحديد ورحمين عليه، وطلعنا تقريبا 675 عبوه البانجو. العبوه 2 كيلو يعني رقم يعني. في اخر عربيه نص نقل هي فاضيه ما فيهاش حاجه خالص، لكن منظر الكاوتش وشكله كان غريب. حجمه مش هو ده الحجم الطبيعي. ودي من الخبره بقى بتاعت عناصرنا اللي بتبقى موجوده على فالفرد بتاعنا راح مهوي البلف، طلع ريحه البانجو لقيناها حاطط بانجو ما بين الجنط وما بين الجنط الداخلي، حاطط كميات في الاربع فرد. في ناس كانت صب عتب اللي بيركب في اثناء البناء على الشبابيك اللي هو اللي بيركب عليه الحلق، عامل التجويف جوه وراصص فيه المخدرات. طب حضرتك في الحديث اشرت مره للشرطه المدنيه، اشرت مره لوزاره الهجره، في ظل التحديات الكتيره دي اللي ملقاه على عاتق قوات حرس الحدود، شكل التعاون مع الجهات الاخرى عامل ازاي؟ احنا في طبعا جهات كتير بنتعاون معاها في مجال، لان حرس الحدود مش تامين الحدود بس، ده احنا مشتركين في تامين المنافذ لما بنشتغل في الهجره الشرعيه، ووزاره الداخليه مثلا بنتعامل مع الاداره العامه لمكافحه الهجره معانا على نفس الخط، وبتشارك مع الامن العام في القبض، وتتخطف مع الامن العام الكماين بتاعتنا، واحنا متواصلين شهريا يعني بنجتمع شهريا من خلال الخليه بيتم حصر واستعراض البيانات اول باول. الاداره العامه لمكافحه المخدرات دي ليها عمل معانا، بنتبادل مع بعض المعلومات سواء معلومات خارج حدود الدوله او داخل حدود الدوله. ويمكن لسه اخر مركب كانت تقريبا من حوالي 15 يوم وكان فيها 2 طن الهيروين. المعلومه بنتبادلها مع بعض، اذا كانت مركب صيد او مركب دخلت المياه الاقليميه او هتدخل المياه الاقليميه، وبيتم متابعتها جيدا بخط سيرها، وبيكون معانا القوات البحريه بصراحه بتقوم معانا بمجهود جبار في الاتجاه ده. بالاضافه للاداره العامه لمكافحه المخدرات، احنا بنشترك مع بعض كقوات حرس حدود في الحملة المكبرة في البحث والتفتيش على الزراعات المخدرة. واحنا لسه كنا منفذين مع بعض حملة في شهر 2 في اتجاه جنوب وسط سيناء، وكانت لمدة 10 ايام جايبين 309 فدان خشخاش، وده كان توقيت الحصاد بتاعه. وجايبين حوالي ما تهنوش عليه يعني. الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نمنع الخطر ان يتم الحصاد وينزل للعمق المصري. اكتر المناطق يا فندم اللي بيبقى فيها الزراعات دي ايه؟ هو حاليا في الجنوب. في الجنوب؟ جنوب وسط. جنوب وسط. طبعا الشمال المتوقف نظرا للاحداث اللي للاحداث موجوده، ما فيش زراعات قليله جدا، ما فيش يعني يكاد يكون. طب خارج سيناء فيه؟ لا ما فيش. احنا يمكن 309 فدان خشخاش اللي هو الافيون، وكان كامل النمو. حضرتك بتقول قبل الحصاد كامل النمو، وسبعة فدان بانجو. بالاضافه لان احنا لما بننزل الحمله دي ما بنكتفيش بالزراعات، لكن فيها مخازن، يعني اي منطقه فيها زراعات لازم يبقى فيها مخازن. فيها مخازن، احنا جايبين 3 طن وتقريبا 145 كيلو جاف جاهز ومعدل للتوزيع بالاضافه للبذور. لكن ولسه احنا منفذين دوريه بقى، احنا لينا تخطيط، احنا دوريات في نطاق الجيوش التعبويه، وكان في لينا دوريه لسه مخلصينها قبل الانتخابات، يمكن قبل الاستفتاء يوم الخميس اللي قبل الانتخابات مباشره. مع ان المده كانت قليله، الا ان احنا نجحنا ان حوالي 100 فدان خشخاش و11 فدان بانجو تم ازالتهم تماما، وطن ونص تقريبا جاف، وحوالي 250 كيلو بذور. فالحمد لله ربنا يوفقنا. الحمد لله. في اداره مباحث الاموال العامه بنتعاون مع بعض في مكافحه الهجره الغير شرعيه برضه، بنتبادل المعلومات وبتساعدنا بصراحه في القبض على السمسره. احنا اخر اجراء عشان تبقى فيها حاله ايجابيه، احنا عملنا حصرنا عن طريق مجموعه المخابرات بتاعت حرس الحدود، حصرنا اسماء وعناوين وقد يكون ارقام تليفونات السماسره اللي في المحافظات.
ووفينا بها وزاره الداخليه والامن الوطني ووصلناها لغايه مديرين الامن عن طريق الامانه العامه لوزاره الدفاع. دي مواجهه من المنبع فعلا. دي بقى بحيث ان احنا نحاول نوقظ الظاهره من المنبع. اذا قبضنا على السماسره وحاولنا من فكرهم وفي تجميع العناصر المجني عليها اللي بيغرر بيها هيبقى قضينا على جزء كبير جدا من بالاضافه ل جهاز الامن الوطني بنتبادل معلومات برضو عن طريق الامانه العامه وزاره الدفاع وعن طريق المخابرات الحربيه. وبرضو مع الامن الوطني احنا بنتتبع اثر العناصر الارهابيه في القطاع المسؤولي. بصراحه برضو بنتعاون مع اداره المخابرات الحربيه والاستطلاع بتبقى معلومات دقيقه وموقوته. بتبقى نتائجها ايجابيه. بنتعاون مع شرطة المسطحات المائيه في تامين البحيرات الداخليه والبحيرات الحدوديه زي بحيره ناصر مثلا. احنا لينا فيها شق في المنطقه الممنوعه حوالي 25 كيلو وهو بيستلم مني بعد المنطقه داخل البحيره. بالنسبه للبحيرات الداخليه البواغيز اللي بتيجي من البحر احنا بنبقى مسؤولين على الجزء لغايه ما قبل البواغيز. هو شرطه المسطحات المائيه بنتعاون مع بعض انه بيامن داخل البحيرات. مصلحه الجمارك بنتعاون مع بعض في النهايه اجراءات المضبوطات البضائع الغير خالصه الرسوم الجمركيه الضبطيه اللي احنا بنمسكها البضائع دي اللي بنمسكها دخلت من عندنا خط الحدود بالقبض عليها بنعمل اجراءاتها وبتقول لمصلحه الجمارك. الاداره العامه للجوازات بنتعاون مع بعض في اسلوب العمل بالمنافذ البريه والحدوديه وخاصه الحدوديه زي السلوم ورفح والعوجه وعلى الحدود الجنوبي قسطر وارقين. بنتعاون مع وزاره الزراعه محافظه على الثروه السمكيه من خلال وزاره الزراعه والسيطره على السروح مواني الحسكات اللي هي المراكب الصغيره والكبيره اللي بتطلع صيد طبقا للتصريح الصادر ليها من مجموعه مخابرات حرس الحدود في المواني ومكافحه اعمال الصيد الجائر. مع وزاره البيئه بننفذ قوانين البيئه منع التعديات على حرم الساحل، منع الصيد الجائر، الحفاظ على المحميات الطبيعيه اللي في المناطق الحدوديه. قطاع السياحه يبقى في تعاون معاه، معاونه في مراقبه الانشطه السياحيه المختلفه زي السفاري اثناء وبرح الحدود الدوليه والمال الاقليميه ومتابعتها بالمناطق الحدوديه في قطاع المسؤوليه. قطاع التعدين والزراعه والري بنتعاون معاهم في تامين البعثات اللي بتنقب على في المنطقه الصحراويه الحدود البريه والساحليه برضه في قطاع المسؤوليه. بالاضافه برضه للجهات اللي بتتعامل معانا وبتتعاون معانا بشكل ايجابي جدا القوات الجويه. بتتعاون معانا القوات الجويه في استطلاع خط الحدود الدوليه سواء في الاتجاه الجنوبي الغربي في جميع الاتجاهات عموما. بالاضافه انها بتامن معانا الحدود البريه خاصه لان احنا قلنا البحريه بتساعدنا في الاتجاه سواء العمق البعيد او المتوسط للسواحل. القوات الجويه بتساعد وتعاوننا في تامين الحدود البريه وخاصه في الاراضي الصعبه والوعره وعلى جميع الاتجاهات بالاضافه لاعمال البحث والانقاذ على فاقدين الاتجاه. تقريبا كل دي جهات كتيره. فهو حرس الحدود مش نظرته لحدود الدوله بس ولكن في جهات كثيرة بنشترك معاها في. طيب حضرتك واحنا بنتكلم على التحديات والتهديدات انا يعني جت في دماغي كده فكرة العنصر البشري زي ما حضرتك اتكلمت عنه واحنا بنثق في تدريبه واعداده وحالته المعنوية كمان، لكن الاجهزة اللي احنا واصلين فين لمساحة الاجهزة والتكنولوجيا في شغل قوات حرس الحدود؟ طبعا هو الـ كل ما اعتمدنا على التكنولوجيا في الكشف وخاصه على المساحات الكبيره زي ما قلتها لحضرتك كده على الاتجاهات الاستراتيجيه المختلفه كل ما كان النتائج بتبقى افضل. احنا حاليا بصراحه القياده العامه للقوات المسلحه لا تألو جهدا في انها تدعم قوات حرس الحدود باحدث المنظومات العالميه. ودعمنا دايما بكل متطلباتنا من العربيات المناسبه لطبيعه العمل لان كل قطاع وله طبيعه عمل تناسبه
للمركبات اللي تقدر تجابه التهديد. في انت عارف حضرتك المهربين كانوا بيستخدموا, احنا في ضبطيات بنمسكها 2018 بتبقى عامله العربيات اللي بتستخدموها فلازم تبقى العربيات المناظره ليها اللي بتطاردها على الاقل تضاهيها. فالحمد لله يعني القوات المسلحه بصراحه بتدعمنا دعم غير مسبوق القياده العامه في الاتجاه ده. وغير كده كمان جميع المعدات الفنيه في النقط اللي تامن النقطه وتامن عشان نحقق الهدف انها تكتشف مبكرا وتجابه ما بتتاخرش علينا, سواء بقى كاميرات حراريه نهاري وتلسكوبات ليلا وتلسكوبات نهارا, نظارات الرؤيه الليلي, نظارات الجوجل الصغيره اللي بتبقى مع عناصر الدرك اللي هي بتمشي ما بين الدوريات, لان هو خط الحدود بتبقى نقط تامين ثابته بمسافات متباينه, احنا بنربط ما بينهم, بتبقى فيها النقطه دي فيها اجهزه الكشف, فيها الرادارات الكشف, وفيها المنظومه الكهروبصري اللي بنكتشف بيها الهدف من على مسافه بعيده حتى لو من داخل العمق خارج الحدود بتاعتنا, لان احنا بنقبض على الهدف على الرادار او على المنظومه ونبدا نتابعه الى ان يتم عبوره خط الحدود نبدا نجابهم. بالاضافه ل ان احنا بنؤمن الدوريات دي بخدمه اسمها خدمه الدرك. خدمه الدرك ده مترجل ومعاه جهاز الاشاره بتاعه اللاسلكي, ومعاه نظاره جوجل ليلا, ومعاه نظاره الميدان نهارا. وبنربط ما بينهم, بتربط ما بين النقط, وبيكتشف الميزه في اللي بنقول ثاني على الاقدام, لان احنا عندنا دوريات راكبه بتربط برضه النقط ببعضيها. ولكن الميزه في الدرك اللي بيمشي ساير على الاقدام انه بيكتشف لو في جره اثر اخترق بيكتشف مكانه. بيبدا دوريه مشتركه من مجموعه المخابرات زائد عناصر حرس الحدود القطاع, ويبداوا يمشوا مع الجره الى ان يصلوا لمكان دي فايده المترجلين المترجل. وهو المهرب دايما عموما بيبقى قاعد يراقب عنصر الدرك ده عشان يشوف التوقيت اللي هيرجع, ولكن احنا عاملين مسافات بينيه ان مجرد عوده الدرك, مجرد ما يبدا في خط العوده, بنكون مطلعين دوريات راكبه ورا تبدا تمسح بحيث ان ما يبقاش في فاصل يقدر المهرب دي من ضمن الطرق المجابهه يعني. بالاضافه للنواحي الاداريه بصراحه, ان احنا نوفر حياه كريمه للفرد في النقاط المنعزله بالذات, بحس ان العوامل الجويه يعني عليها لا تؤثر فعلا. انت عارف دايما في فندم صوره كده عند المصريين يقول لك انت يعني مثلا في الجو اللي بيبقى برد, او يقول لك شوف انت قاعد في البيت وفي واحد مواطن مصري في حرس الحدود قاعد في اخر نقطه في مصر في الجو ده. رجال حرس الحدود فعلا رجال من ذهب, لانهم يقاتلون سلما وحربا. جيوش العالم كلها بتخطط في وقت السلم, بتبقى ليها طبيعه تدريب لها دور ونشاط وله دور في واجب العمليات لو قامت عمليات في بلده. قوات حرس الحدود تقاتل سلما وحربا لانه بيجابه المهربين نهار وليل, ودورياته مستمره في جميع الاتجاهات. في جميع الاتجاهات على كل القطاعات, في الاتجاهات الاستراتيجيه المختلفه دوريات مستمره بتحقيق اتصال ومتابعه بوحده قياده وسيطره. ما فيش بقى فيها جو النهارده رعد, لا 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 لا. فعشان كده بنقول دول رجال من ده وبيبذلوا مجهود جبار. طب انا عندي ثلاث نقط انا مش عايز اسال على حضرتك, بس ان انا اقول لحضرتك ان احنا حاليا بنركب منظومة حديثة وصل منها, دي احنا جاي من الولايات المتحدة الامريكية ودي حديثة جدا, وصل منها كم عدد يعني ركب فعلا في الاماكن على الحدود, وجاري تجهيز هنا في مصر بقية المنظومات اللي وصلت عدد منها, وجاري استقبال شحنة جاية بحيث ان احنا بقدر المستطاع ان احنا نغطي اكبر قدر بوجود المنظومات دي في الاماكن اللي احنا مخططينها.
دي هتزيد من كفاءة حرس الحدود وهيبقى فيه له نتائج وهتبقى كبيرة. الحصيلة كبيرة إن شاء الله إن شاء الله الحصيلة لو نقدر نمنع نقول بقى التهديد نمنع التهديد على العمق المصري لأنه المنظومة دي بقى المنظومة دي بتقلل التحديات شوية ده بتكتشف دي بتكتشف بقى بكاميرات من على مسافة أبعد بريزوليوشن أعلى بإمكانيات أعلى وبعدين دي موجودة على الخط وبعدين في عمق ليها في منظومة تانية اللي في العمق ده شايف اللي شايفه بتاع اللي على الخط فبيقدر نقدر دلوقتي نحدد ان احنا هنجابه العنصر لحظة التعامل المتسلل ده او المخترق امتى وفين طبقا لقرارنا احنا لان احنا شايفين وهو مخترق فدي ان شاء الله فيها اضافة ان شاء الله للقوات المسلحة او القوات حرس الحدود عامة يعني سيادة اللواء اخر حاجه يعني احنا يعني حضرتك استعرضت بينا تحديات وتهديدات وتكلمنا عن رجاله حرس الحدود انا عايز اسيب حضرتك هخرج انا من الحوار واسيب حضرتك توجه كلمه لاولادك في حرس الحدود انا حاسس مع حضرتك قبل توجيه رساله او كلمه لرجال قوات حرس الحدود أحب أوجه تحية الإجلال والتقدير والاحترام إلى روح شهداء حرس الحدود الرجال اللي ضحوا بحياتهم ودمائهم فداء لهذا الوطن بكل أمانة وشرف والتحية الأكبر لأسر الشهداء الأسر العظيمة اللي قدمت لمصر أبنائها وقدمت أعز ما تملك ليزودوا عن تراب مصر الغالي كل خطر بيهدد شعبها العظيم كما أتوجه بالشكر والعرفان لجميع القادة السابقين للسلاح حرس الحدود اللي أعطوا المثل والقدوة والجهد والعرق ليظل هذا السلاح بهذه الكفاءة أما رجالي من قوات حرس الحدود ضباط وضباط صف وجنود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة كل الشكر والتقدير على جهودكم في تأمين حدود مصر ودرء المخاطر قبل وصولها لشعب مصر كل الاحترام والرضا التام على أدائكم بأمانة وشرف واقتدار على ما اتفقنا احنا بينا وبين بعض ميثاق عمل وميثاق شرف وأمانة في أداء دورنا وواجبنا ومهمنا بدون أو أقل خسائر ممكنة وأنا كل ثقة فيكم وفي جهودكم ونثبت سويا أن ثقة القيادة العامة للقوات المسلحة وثقة الشعب المصري كانت في محلها فيكم أنا حاسس بيكم ومتابع نتائج مجهودكم على مدار الساعة وأنا فخور من رجال قوات حرس الحدود على قدر المسؤولية وثمن جهودكم في تأمين حدود الوطن متمسكين بشعارنا الأمانة الشرف التضحية بشكر حضرتك جدا يا فندم على استضافتنا في هذا الحوار وعلى كل اللي قلته وعلى كل الجهود اللي بتقوموا بيها وإحنا بنجدد طول الوقت الثقة في قواتنا المسلحة وحاسين بأمان شكراً جداً شكراً جداً شكر وبشكر حضراتكم على متابعتكم لهذا الحوار ألتقيكم غداً إن شاء الله وتصبحون على وطن